بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسل السلام. يقول مولانا نرجو للآية التي كنا بصددها، يقول ولا تؤمنوا، هذو من اليود نصارى الخسارة ومن ورائهم الكرب الملعونين من طرف الرب، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله. يعني أنت تعليماتكم تحبوها تكون مطبقة؟ لا لا لا. وهو راكم أخوانا في غزة وفي جنين وفي لبنان واليمن والعراق وسوريا وباقي من المؤمنين على كل مكان في الأرض، ولو في كل مكان في الأرض، وراكم اللي المسلمين موجودين في كل مكان، وإذا كان ربي يغري واحد منهم ولا البعض منهم بكم سيكون الدمار من ما سيقع عليكم من هزائم منكرة ومن قتل من يبيد عملكم على وجه الأرض، لأن عملكم أغلبها يغلب عليها أوامر الشيطان الرجيم اللعين اسمه إبليس اليائس من رحمة الرحمن. يقول مولانا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم على لسان هؤلاء، قل يا محمد عليك الصلاة والسلام، قل إن الهدى، يعني la vraie guidance، la vraie voie du salut، إن صدير أنت من المهديين إن تبعت الرحمن الرحيم واتبعت القرآن الذي أنزل على خير الأنام عليه السلام، واتبعت السنة المطهرة المحققة التي منحها الله لحبيبي الأول محمد ابن عبد الله النبي العربي الأمي الصادق الأمين عليه الصلاة والتسليم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله. صديقي أسكياء إن وطر هو دي سلو كمان أسلو أترك لوا دوين جامي دابي ديو إنيك من ديو كيا ست فرص لا pour guider les gens qui veulent mener une vie paisible, une vie pleine de d'action pie, etc., etc. والسلام بالتمام على أمة الإسلام أتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من الرحمن، والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة وأصيلا.